نحن وكلو كم الجار كلنا صيغ وعجرتي وحن كور قبائل إن حفيز كادو حفيز كجريقة نذا أريمة إيميجريشن كغادي قاعد كتير سنتا والليجليد إن قرشينا ين إن قبطان كلما لو صوبن ليجي دونادات كأباهن إن أي شرعي قاسي أما بحسدان أما الله فوز ذي سيد أي بحسدان هين بل أنت سي ما أنت دات كنا داونا إلا جيا بقاركود إن أي هند شرعي قان ميل أول حسدان لا محد كعابن كرتين سؤال في عن ويا عبد الرحمن ويا سأل سعطة دات بدل الصوماليات ما أدي كران حفيز هذا أو برايفت كأ أو شرعي قان هذا جار كأ أو العقد طلب بحيو مركا دات كاسو كلي وحن وقول بشارين إن حفيز كأن شرعي قانة الليجل إير كله يقانه إن فور فري دتك إنه وجو حرينا يو مثلاً فور فري مركان لنا وبلاش هواي مثلاً حد تصالح أنا داتك تو حفيز هذا شرعي قانة أو برايفت كأ حد تي بي إس عرفتنا تحرسه تو كوني لو بقولي كأ قاضا يعني تصالحان لكن حفيز كأن مركان تماذو لعلنا لو جو حرينا يا تاسو كو طلبات هدي وح كأخل دينهين أما عرفتنا وح لجوس وحوك له وح لجوس هنا يا لطلين شرعي وبلاشة. مدة سدحات هدي أت هاي قف أنا وحبه هيسان دتك قارك هذا وحبه ما هيسان صوبته مركز الحرينا يو وحاجر واحد هذا أبليكيشن فيه مثلاً تصالحان ورقدة أبليكيشن كأما عصي رخصة سقط وكله وسدح بقولي واحد شرو قف كي ما هيستو مركز كده بحن وحرينا واحد هذا في ويفر إن لقى قاضي العكس ولا قاعد فيه شروطها دوب فيه مركز أنت صو شقاء لأنه حلاقو قبنا يا بلاش. معلومة خاصة جري خوفك الله ربي نصوعه مثلاً لما ركوا صوعه ولح اللبا سدح لبا حل أفر أفر حل مركا لبا مع المض أيه حلو قنديجي دتك صومالي إني يمادان أو يجا الله شقيه إلا ويران شن ويران شن شرعية قانو أو immigration كأ أيه واحد ما أنت هسي دتك كعوين عيان إن الله حريه أما الله ديره طلب ك شرعية تي بي إس مركا مالنا وأغوس 20 وبشا أغوس لباتن كذا سجالك صباحنما إلا لبيه طبعاً كسدح لا ساعدات أي اللقون دي قف كي مالنا تأي نافته هذانا وحوي مان كرا مالنا كلا أو يدنا إتهاي سبتمبر سبتمبر محسوسته لكن قف كي نصوع وإلا بركة وليح اللبا سدح لبا هل أفر حل قف كي مركو وحوي هيستا وقت جحرينته لقى بلابو جولاي لواتني تضرب هذا ما بيش الصعود عفي إلا سبتمبر لواتني يه أفرت هذا لواتني يشنت هذا وما يقبله واللحد إن معلومات جديدة إنه كحرية واي خوفك أنت أسوأ هستها مركا أنا مركا ما لبا ما ننصم يعني ما لنا وحنا وتر قلنا سواح تذكر جلبتي شقيا وكله نسواح إنه يمادن ما لنا وحويا جلبتي وقول تر قلنا تذكر يمادن وأكود إلى أفرت فاهين لبركا وع سبلاش لو كحرينا يا وحي أدواي تدوب بهانته هاي خوف كان هري وحرينين أو مود أيه إنه eligible أو إيه هاي أنا إنه حق له هاي استغنا وإيمان كرا مركزه وبارينا وفيرنا إنه حق له هاي كله. وتهاي داود يا الحلقة أدولين نقل سعتان وصومالي تي في مانتا يعني برنامج كانوا حين وكجاه ليني برنامج قاره هو قصة بسنت شرعي قال له عزبونيسية صومالي دو تي بي اسمه temporary protection status كاسي عمر كاسي يعني كوريسين يعني متكمدة قريقة نذا صومالي دو كتر سن حفيز كقريقة نذا أرماه immigration كوا legal aid حفيز كده يهاي مقالة من مينيابوليس وشيخ حسن محمود شيخ حسن جامعي هدي عضو بعض أخبار ديرو أرنتا قصة أبسن هدي تلفن كي هذا شيء قوي شيء عادن هلين واحد كارك دون تاشا شدة شدة كل واحد صو عكرت عنا مركز صومالي تي في أنا قاعد سكدي دونا إن مركز إيدي جود بينا وتهي مركز الشيخ حسن هدي أنا مركز سوي حكاوي ديو أريمه جود هنا يا صومالي وسيلة إنه كورق من حالة الصومالي إم بدل مرة بروح يسي جلي يسي بالمبدية لا يقدر القاضي وحنا جرتي إن
arrimo badan ama hadalhaynta Soomaalida ay bariyahan ku badnayd wadamadan aynu ku noolnahay ama Galbeedka guud ahaanba oo xataa ay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Ms. Hillary Clinton ee kulan dhawaan kula yeelatay Sheikh Sharif madaxweynaha Soomaaliya waddanka Nairobi arintan waddanka Kenya magaalada Nairobi arintani ma arin siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhaxeeya mise waa arin sharci ah oo gaar ah arrimahan Mareykanka gudihiisa ka jira ku koobno maya ma aan arin oo maaragtay siyaasadeed ma ahan waa marka la cusboonaysiinayo waxa jira standard macnaha wax la qiimeeyaa jiro qiimeyn ayaa wax lagu sameeyaa wax yiraahdo country condition xaaladda waddanka uu maraya la fiirinayaa marka xaaladda marka la dhaho waxa la fiirinayaa xaaladda nabadeed waddanka waddan nabadoon oo nabadoon ma noqday law and order ma ka jiraa dowlad nidaamsan ma ka jirtaa oo maaragtay nidaamkii waddanka ay kala wadi karto oo dadkii xuquuqdoodii asaasiga ahaa ay ku badbaadayaan marka waxyaalahaas la fiiriyaa markii mar xeer hoosaad ayaa jira u fasaxayo wasiirka homeland security marka homeland security af Soomaali loo beddelo waxa weeyaan wasiirka amniga gudaha ama wasiirada amniga Janet ayaa la magaceeda ayaa waxa xaq loo siiyay in iyadoo isticmaalaysa xeer hoosaad xaq u siinayo in sharciigan ay fasaxdo in la dheereeyo haddii xaalado qaas ah wadamo horey u haystay ku sugan yihiin marka xaalad waxa kamid ah xaalada dagaalka deesan isbedelin nabad hadaan la helin nidaam dawladeed oo kala dambeyn hadaysan jirin oo qofka xuquuqdiisa asaasiga ilaalinayo marka intaba shuruudihii oo dhan Soomaali waa laga helayaa marka nidaamkaas uu fasaxayo wasiirada amniga gudaha ee waddanka Mareykanka in iyadoo isticmaalaysa sharci hoosaadkaasi inay fasaxdo in la sii dheereeyo ee maaha wax ku siyaasad ahaan ku xiran waxa Soomaaliya ka socdo laakiin waxa la fiirinayaa xaaladda guud ee waddanka marka siyaasadu way hoosay macaanaysa way kamid tahay sida aynu ka warqabna xaaladda guud ee waddanka si toosa iyo si dadbanba dadka gudaha waddanka ama dibadda waddanka ku nool way u taabanaysaa maxaa yeelay dadkii eheladii iyo qaraabadii ayaa weli waddankii ku nool sidoo kale waxaa jira arrimo badan oo is soo taraya oo ku saabsan xuquuqda ama dadka xuquuqda dadka Mareykanka ama u dhashay ama degan Soomaalida markaas ku aftirsada ay leeyihiin waddanka ku leeyihiin waxaa jira culaysyo badan soo fuulay kadib markii ay soo baxday arrimihii sheegay in dhalinyaro Soomaaliya ay u safreen waddankii sida ay uga qayb qaataan dagaalada sokeeye ee waddanka ka socda ama markaasi qalalaasi ugu dambeeyay ee waddanka gudihiisa ka socda lagaga soo horjeeday dowladda ku meel gaarka arrintani waxay keentay dhibaato badan ay kala kulmaan xagga sharciyada iyo markaasi safarada hadii ay ahaan lahayd dadka Soomaaliyeed ku dhaqan waddanka Mareykanka sidee bay arrintan adigu ay culays noocay ay ku leedahay ama dadka Soomaalida sidee bay uga bixi karaan xaaladan adag culays weyn way leedahay Abdiraxmaan sababtoo ah qofka Soomaaliga maanta airport-ka haduu ka baxayna scrutiny macnaha wuxuu marayaa baaris khaas ah markuu soo laabanayo baaris khaas uu marayaa oo ka duwan dadka kale oo awl uusan mari jirin qofka Soomaaliga ah meesha uu socdaa la weydiinayaa muxuu ka sameynayaa la weydiinayaa marka aniga waxaan dhihi lahaa talada ugu fiican waxa weeye in qofka intuusan bixin inuu la tashto sharci yaqaano qaasatan xagga immigration-ka ah xitaa hadaa tahay citizen xitaa hadaa bixisid inaad tashato waayo citizen oo Mareykan oo Soomaali ah tahay marka haduu qofka cunsur Soomaali oo magacaasba uu wato waxaa suurtagal markuu baxayana maaragtay su'aalo khaasa la marsiinayaa marka dadka u dhuun duleela arrimaha immigration-ka iyo airport-ka oo kale inuu la tashto markii qofka uu soo laabanayo sidoo kale waa inuu ogaadaa xuquuqda uu leeyahay iyo maaragtay iyo iltizaamaadka ama waajibaadka saaran midna oo kale markaad soo laabanayso kale waddanka ku soo laabanaysid custom wax yar ayaa jira oo ah hay'ad hoostimaada homeland security-ga oo ka baareyso waxyaalaha aad la timid isla markaasna waxa la shaqeynaysa immigration ka oo isla qayb kala ah marka saddex qaybood oo weyn ayaa jirta qayb la yiraahdo CIS waa citizenship immigration service qayb la yiraahdo ICE waa qaybta enforcement ee sameysa macnaha waa qaybta dadka xirta dadka yimaada isla markaasna deportation ku xukunta qaasatan dadkan waddanka dhalashadiisa aan ahaysan oo kale iyo qayb kale oo saddexda customs ka kuwa customs-kan waxay baarayaan waxaad la timid iyo waxaad wadato kale marka saddexda qaybood waxaa suurtagal ah inay kula kulmaan saddexdooda inay si gooni su'aalo khaas ah ku weydiiyaan marka inaad kala garato waxyadaasi qaabkii u sameysan yihiin su'aalo ay ku weydiin karaan haddii kugu xadgudbaan oo kale meel lala xiriir ayaa jirta
ماشي وراء صلى الله عليه وحكم إذا أحد البنيسة هدي أدركت سؤالها اللي هو يدينا قارقود إني كبحيان حد كل وجود تلاقي مثلا محكم إذا سؤالك مثلا قف الدكو يديو كله دينته هسطة وكل واحد هيك رتاه وبيرسونال ما كنت جوابي حقوله هذا هنا ذاك الجواب وحكم إذا سؤاله كله مساجك كنت كتاه هدوكم فكوا يديو